أقام مجلس تنسيق المؤتمر الشعبي العام بالجامعة الأهلية ندوة حول الذكرى 55 للثورة 26 من سبتمبر والنقاش حول أهمية إحياء هذه الذكرى الخالدة. أكاديميون وإعلاميون ونشطاء يحيون الذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة في ندوة أثريت من قبل مجلس تنسيق المؤتمر الشعبي العام بالجامعات الأهلية جسدت أهمية الثورة السبتمبرية الخالدة ومناضليها الأحرار ومضى الحفاظ عليها باعتبارها أم الثورات اليمنية. ثورة 26 سبتمبر هي ثورة الشعب اليمني، هي الثورة الأم، ثورة الشعب بأكمله، ثورة الشعب في الشمال في الجنوب، هي الثورة الأم، تلتها ثورة 14 من أكتوبر المجيدة. هي الثورة التي أخرجت الشعب اليمني من حالة سيئة ووضع متردي في شتى المجالات السياسية الاقتصادية الاجتماعية. 26 من سبتمبر ثورة شعب عنوان تضمنته الندوة لثورة أخرجت اليمن من الظلام إلى النور بعد أن رزح الشعب اليمني دهرا من الزمان في غياهب التخلف والمرض والجهل. هذه الثورة التي أعلنت ميلاد شعب وميلاد وطن وأخرجت اليمن من عهود الظلام إلى عهد النور، إلى عهد الحرية والمساواة والعدالة، ويجب علينا جميعنا كل أبناء اليمن الحفاظ على هذا المنجز والحفاظ على تضحية الشهداء التي قدموها من أجل هذا البلد ومن أجل هذا أو من أجل الأجيال. أن 26 سبتمبر ثورة مستمرة بما تحمله من الأهداف النبيلة، ثورة محمية بالأجيال الذين ورثوا قيم الحرية عن الآباء والأجداد ليورثوها إلى الأحفاد وأحفاد الأحفاد. الشباب بدورهم أكدوا عظمة ثورة 26 من سبتمبر كونها الثورة التي فتحت لأبناء اليمن آفاقا واسعة بما فيها العملية التعليمية بكل مجالاتها. دور الشباب هو امتداد للثور القدامى الذي حققوا هذه الأهداف في الحفاظ على هذه الثورة التي هي يعني تربى فيها الشباب وسيواصل مسيرته في الحفاظ على هذه الثورة حتى آخر قطرة من دمائنا. نحن أتينا اليوم إلى هنا لكي نعزز مفاهيم مبادئ تأسيس أصول الثورة اليمنية للشباب بأنه هذه الثورة هي الأمة، هذه الأساس الذي استطاعت أن تنهي الظلم والاستبداد والاستعمار. المرأة أبت إلا أن تكون حاضرة للمشاركة في الندوة معبرة عن دورها في الحفاظ على أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين واكتساباتهما العظيمة منذ 5 عقود من الزمن. ثورة 26 سبتمبر هي الثورة التي أقيمت من أجل دحر الظلم، دحر الاستبداد، من أجل بناء اليمن، من أجل الأهداف التي وضعها الضباط الأحرار، من أجل كل شيء جميل تم بناؤه وزرعه في هذا اليمن ونتمنى الحفاظ عليه. المرأة لها دور فعال في كل حاجة تخص المجتمع كمجتمع يمني. احنا كشباب الجامعات جينا اليوم عشان نحيي احتفال 26 من سبتمبر للسنة 55 للثورة، نحيي معالم الثورة وأهدافها ونرسخها في عقول أطفالنا وكبارنا. هؤلاء وغيرهم يحتفلون بثورة شعب أخرجت اليمن من بوتقة العهد الكهنوتي الإمامي والانحباس المكدس لدى أبناء الشعب اليمني، وستظل ثورة 26 من سبتمبر ثورة شعب يرفض الهيمنة والاستبداد والتسلط على مر العصور. أكرم سران، اليمن اليوم. بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ عارف